خبر تاني، حرصت هنا جودة لاعبة تنس الطاولة المصرية بالنادي الأهلي على إن هي تفكر النجم المصري العالمي محمد صلاح، طبعا لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، بالتحدي اللي كان بينهم من سنة فاتت. اللي حصل كالآتي: كانت هنا وجهت الدعوة لمحمد صلاح يوم 29 سبتمبر 2019 عشان يواجهها في تحدي خاص من خلال منشور أو بوست، هي يعني عملت له بوستينج على الفيسبوك وكانت بترجو من خلاله التواصل مع محمد صلاح. وقامت جودة قبل سنة من النهاردة بنشر تغريدة وجهتها لصلاح وقالت فيها: تحدي الأبطال مش أي كورة هتقدر عليها يا مو صلاح، لو لعبت معايا يا ترى، لو لعبت معايا في اللقاء يا ترى مين هيفوز، اليد الذهبية ضد القدم الذهبية. طبعا محمد صلاح وافق يعني وقتها على قبول التحدي وهرج معاها وقال لها في رسالة برضو: طب ابعت لك مكة بنته طبعا تلعبك الأول ولا ألعب أنا على طول، لكن أنا قبلت التحدي. طبعا شهرة هنا جودة جاءت بعد نجاحها في الفوز على لعيبة الزمالك فرح عبد العزيز في بطولة الجمهورية، على الرغم من أن الأخيرة كانت أكبر منها في السن ب 15 سنة. طيب احنا معانا على التليفون هنا جودة لاعبة النادي الاهلي ومنتخب مصر لتنس الطاولة. صباح الفل عليك يا هنا، اخبارك ايه؟ صباح النور، اخبارك انت ايه؟ كله تمام؟ اه الحمد لله. لقيتي محمد صلاح ما فيش حاجة استجدت، قلتي اما تفكريه برسالة. انت ايه اللي خلاكي فكرتي في الفكرة دي يا هنا؟ انا اصلا مامي وعائلتي كانت على طول بتقول لي احنا نفسنا نشوفك انت تعاملي مع محمد صلاح وعايزينك كده تسيبيه، وبعدين قعدوا يفكروا طب احنا عايزين نبعت له. بعدين مامي في يوم لقيت يعني في يوم لما كنا في الانترفيو مع الاهلي فقلت ان انا بتحداك هزار وكده، بعدين لقينا في يوم ان هو رد، وبعدين انا استغربت قوي وبسطت قوي. ان شاء الله يعني يوفي بعد بعض ونعمل الماتش ان شاء الله. ان شاء الله يا هنا. ولنا بقى انت بتستعدي لايه الفتره الجايه من البطولات، ولا انت حاليا في مرحله تدريبات بس؟ احنا بنتمرن عشان عندنا الدوري ان شاء الله في اول الشهر الجاي، ان شاء الله نكسب الدوري ان شاء الله باذن الله. صباح الفل عليكي، وانبسطنا جدا ان انت كنت موجوده معانا يا هنا. ميرسي جدا ليكي.